في السيشن ده نطبق الصفحة الخاصة بالرولز، فناخد الديفايسز كوبي بيست ونسميها رولز، ونفتح الصفحة نعدل تايتل هنسميها رولز، وهنا برضو رولز. هنغير بريد كرام، هنسيب الداشبورد زي ما هي. بعد كده هنضيف كلمة رولز هنا على الشكل ده. هيبقى فيه هنا add new role، وهنغير add new device الى add new role، وهنسمي دي add role لحين ما نضيفها. في عندنا sensor واكشويتر فهنضيفهم. بعد كده الاوبريتور والفاليو والستيت بالمنظر ده. بعد كده created at والoperations، فهنقول created at والoperations موجودة. دول عبارة عن 8 اعمدة، دول 3 هيبقوا هنا كده 6 7، والتامن هو الoperations عبارة عن edit وديليت. فنعمل هنا edit وهنا delete، فهنقول rule.php وهنا برضو rule.php، والoperation عبارة عن edit وهنا الoperation عبارة عن delete. ممكن نعدلهم بعد كده لو احتاجنا. لو جينا شغلنا الصفحة تبان بالمنظر ده، ممكن نغير الedit الايكون بتاعها نخليها edit، هتطلع بالمنظر ده. فيبقى دي كده الصفحة الخاصة بالrules. محتاجين بقى نعمل add new rule، فهتبقى شبه الاد ديفايس، هناخدها كوبي ونسميها اد رول. هنيجي بقى في الاد رول هنسمي التايتل اد نيو رول، وبرده في الاتش 1 هنغير في بريد كرام هتبقى دي الرولز، وهنا نفس القصه، وهنا اد نيو رول، والمفترض هيسبميت على نفس الفورمات ده، فهناخد ده كده كوبي ونضيفه هنا، ونقول هنا كرييت. ممكن برده في الرولز نوحد الفورمات بدل ما نعمل صفحه جديده، ونسمي دي نيو او اد بالمنظر ده، بحيث كلهم يكونوا في نفس الصفحة، والصفحة دي بقى تشوف الأوبريشن هل هي add ولا edit ولا delete. نيجي بقى نتحكم في دول. هيبقى عندنا sensor وأكشويتر، دول عبارة عن lists، فيبقى هنا sensor، والمفترض الاتنين دول جنب بعض، فنقول column medium بتلاتة وهنا column medium بتسعة. هتبقى عبارة عن select، النيم بتاعها sensor والاي دي نفس القصة، وهتبقى required. وهيبقى هنا في مجموعة من الأوبشنز هتيجي من الداتابيز، فهنسيبها فاضيه مؤقتا. هنديلها كلاس فورم كنترول، هنشيل بقى دي ونخلي دي برضو سنسور. هناخد الجزئيه دي كده كوبي ونكررها هنا على الاكشويتر، ونغير دي الاكشويتر بالمنظر ده كده. بعد كده في الريدنج، فهناخد دي كوبي ونسميها الريدنج بالمنظر ده، ودي هتبقى بقى انبوت. النيم هيبقى الريدنج، والاي دي الريدنج، والمفترض الكلاس بتاعها فورم كنترول. بعد كده في برضو الاوبريتور والستيت، فناخد دي كده كوبي. يبقى انا في اوبريتور وهنا الاوبريتور، نكررهم هنا بالمنظر ده. والاوبريتور برضو هتكون عباره عن اكبر من اصغر من، والقيم دي هتيجي برضو من الداتابيز، بحيث يكون الموضوع دايناميك. اخر حاجه بقى اللي هي الستيت، اللي هي الحاله بتاعها، والمفترض دي هتبقى قيمتين، يا اون يا اوف. هنخلي الاون قيمته بواحد والاوف قيمته بزيرو، وهنخلي دي السلكتد اللي هي باي ديفولت. هنشيل بقى دي ونقول هنا اد رول، وهنسيب نفس البيانات بالمنظر ده كده. طبعا الفاليديشن هيتغير، لكن نتاكد من الشكل الاول، فيطلع بالمنظر ده كده. محتاجين نضيف ستايل ده، هي بوتون سكسس بالمنظر ده كده. المفترض هيبقى فيه هنا ايرورز، فهنيجي ناخد الكونتينر ده كده كوبي بالمنظر ده، ونضيفه في الاد رول، هنضيفه فوق الفور بالمنظر ده كده، وهيكون هنا فيه الايرورز. هنشيل بقى الجزئيه دي ونجربها. المفترض دول كلهم ريكوايرد، فهنتشيك هل القيم بتاعهم فاضيه ولا لا، وكذلك الريدنج. في الريدنج ممكن نحط لها ماكس لينس وليكن 5 خانات، يبقى اكبر رقم ممكن المستخدم يدخله 5 تسعات. هنيجي بقى نختارهم عشان نعمل عليهم الفاليديشن. فده السنسور، وده الاكشويتر، وده الريدنج والستيت، والخامس بتاعهم الاوبريتور بالمنظر ده كده. هيكون عندنا بس زرار واحد، فهنشيل دي. ممكن ناخد الداله جوه هنا بالمنظر ده ونوفر المتغير ده. هنسيب دول زي ما هم. نبدا نعمل بقى الفاليديشنز. فهنجيب السنسور فاليو، وبرده الاكشويتر، والريدنج، والستيت، والاوبريتور، دول الخمسه هم. ونبدا نعمل عليهم الفاليديشن عشان نتاكد ان هم ريكوايرد ولا لا. هنشوف اللينس بتاع كل واحد فيهم اقل من او تساوي زيرو، فساعتها يبقى ده نكتب هنا سنسور ريكوايرد. نفس القصه على اكشويتر، ونكتب هنا اكشويتر. هنيجي بعد كده على الستيت، نكتب هنا ستيت. نيجي على الاوبريتور، ونكتب هنا اوبريتور. اخر واحده اللي هي الريدنج بالمنظر ده كده، محتاجين نحطهم بقى في الديكشنري. فيبقى ده سنسور، ده اكشويتر، وده الستيت، وده الاوبريتور، واخر واحده الريدنج بالمنظر ده كده. وهنسيب الجزئيه دي زي ما هي. محتاجين نتست، فهنقول اد رول، فهيجيب لنا الاربع حاجات دول. لو جينا دخلنا الريدنج هيشيلها منهم. ليه جاب دول؟ لان هم فاضيين. لكن لو مثلا جبنا كمان حاجه وليكن نسمي دي واحد، ونقول هنا تمبريتشر سنسور، وجينا اخترناه، فهيقوم شايله منهم بالمنظر ده كده. محتاجين نتاكد ان الريدنج دي
عبارة عن رقم، فممكن ببساطة نعمل لها بارس إن هي فلوت. بمعنى إيه؟ هاجي أجرب أقول alert بارس فلوت للقيمة اللي إحنا مدخلينها دي ونشوف القيمة بتاعها إيه. فلو جيت أجرب هاجي يقول لي نان. فإذا لو البارس فلوت بتاع القيمة دي بنان، إذا ده مش رقم، فأنا هاجي أقول له else if ومحتاج الريدنج. فممكن ببساطة أشيل من هنا اللينس وأقول هنا دوت لينس بحيث أقدر أستخدم المتغير ده أكتر من مرة. فأجي أقول بقى بارس فلوت للريدنج فاليو دي، والمفترض هستخدم الدالة اللي هي اسمها إزنان وأحط القيمة دي جواها. فدلوقتي هيتشيك لو الخارج بتاع البارس فلوت للقيمة دي بنان ولا لأ. لو هو بنان ساعتها نكتب هنا نيوميريك ونيجي نضيف هنا نيوميريك ونقول الريدنج شود بي نيوميريك فاليو. نيجي نمسح دي بقى، نيجي نجربها. جه قال الريدنج شود بي نيوميريك فاليو. لو جينا دخلنا رقم هيعدي من الفاليديشن، مفترض ده له ماكسيمم لينس، بالتالي برضه هنيجي نتشيك على اللينس ان هو لو اكبر من 5 خانات زي ما جينا عرفناه في الماكس لينس هنا ساعتها هيطبع له ماكس. ونيجي في الديكشنري نضيفها ونكتب هنا ماست بي ليس ذان اور ايكوال 5 ديجيتس او نمبرز بالمنظر ده كده. ممكن نكتب هنا ريدنج لينس بالمنظر ده كده. نيجي نتست تاني، لو جينا شلناهم هيجي يقول الريدنج از ريكوايرد بالمنظر ده. محتاجين نتاكد بقى ان الترتيب ده هو نفس الترتيب بتاع الفاليديشن. فاول حاجه السنسور اكشويتور ستيت، سنسور اكشويتور محتاجين الستيت في الاخر خالص، فنيجي نضيف دي في الاخر. ريدنج اوبريتور ستيت، هنفترض بقى الريدنج تطلع فوق بحيث تكون الايرورز مترتبه بنفس ترتيب الانبوتس دي، فيبقى الاكشويتور ده ثم الريدنج دي ثم الاوبريتور ده. نيجي بس نخلي دي كابيتال بحيث تظهر هنا كابيتال بالمنظر ده كده. محتاجين بقى نضيف اللي احنا عملناه هنا، فيبقى عندنا سنسور واكشويتور وريدنج وستيت واوبريتور من المينيمم الماكسيمم والريكوايرد وهنا الاذرز عشان يكون على نفس الفورمات اللي احنا عاملينه هنا. فالسنسور ريكوايرد، الاكشويتور ريكوايرد، الريدنج ريكوايرد وليها ماكس 5 والمفترض تكون نيوميريك، الستيت ريكوايرد والاوبريتور برضه ريكوايرد. يبقى اذا في السيشن ده عملنا الصفحه بتاعه الرولز والاد نيو رول.